أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حزمة من المشاريع التنموية لدعم اليمن بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي ووزراء المالية والصحة العامة والسكان والنقل والأشغال العامة والطرق وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، حيث تم توقيع عقود المشاريع من قبل المشرف العام للبرنامج السعودي السفير محمد سعيد الجابر في حفل أقيم بمقر البرنامج في الرياض. وتشمل المشاريع مشاريع ومبادرات تنموية في مختلف المحافظات اليمنية تقدر تكلفتها ب500 مليون ريال سعودي. ويأتي إطلاق هذه المشاريع استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم الاستقرار في اليمن، وانطلاقا من دورها الريادي في رعاية توقيع وتنفيذ اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية. وقال الجابر إن هذه المشاريع تأتي بحلول مستدامة تساهم في تطوير البنية التحتية في اليمن، وتضمن الحفل توقيع عقود 3 من أضخم المشاريع السعودية في اليمن في قطاعات التعليم والصحة والنقل في 3 محافظات يمنية، وهي مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة بتكلفة تبلغ 213 مليون ريال سعودي، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء مستشفى تعليمي بسعة 100 سرير، وكذلك مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي بتكلفة تقدر ب54 مليون ريال سعودي، وذلك ليصبح متوافقا مع أنظمة هيئة الطيران المدني الدولي، ومشروع إعادة تأهيل طريق العبر البري في مأرب وحضرموت بتكلفة تبلغ 36 مليون ريال سعودي، إلى جانب توقيع اتفاقية مع البرنامج ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في اليمن التي تهدف إلى دعم مئات المستفيدين اليمنيين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية من خلال تقديم منح وبرامج تدريبية ووقائية تساهم في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، كما تساهم في توفير فرص عمل كريمة للمجتمع المحلي في محافظات عدن وأبين ولحج والضالع. هي الحقيقة تقريبا 193 مشروع مبادرة خلال الفترة الماضية من 2018 حتى الآن، شملت العديد من المحافظات اليمنية وشملت القطاعات الرئيسية 7 بالإضافة إلى العديد من المبادرات والبرامج التنموية وبناء القدرات للحكومة والسلطات المحلية في مختلف القطاعات. وهذه المشاريع نفذت والبعض الآخر تحت التنفيذ، وهناك الآن وقعت 4 مشاريع كما ترون رئيسية في دعم للحكومة اليمنية وأيضا تقديما للخدمة للشعب اليمني واستجابة لطلب الحكومة اليمنية في ورشة العمل في عام 2019، حيث وقعنا اليوم عقد مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية ب 213 مليون ريال سعودي، وأيضا وقعنا طريق العبر وحضرموت أيضا ب 36 مليون ريال، وأيضا وقعنا إعادة تأهيل مطار عدن بما يستطيع أن يمكن هذا المطار من أن يعمل وفق أعلى الممارسات والمواصفات الدولية، وكذلك وقعنا مع مؤسسة سكنز وهي أحد المؤسسات المستقلة اليمنية والتي تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتسهيل سبل المعيشة وإجمالي المشاريع أيضا أخرى متوسطة وصغيرة هذا اليوم 500 مليون ريال سعودي، وهي أيضا استكمال المشاريع السابقة قبل ذلك. كان يوما سعيدا لنا أولا اليوم أن نكون أول تدشين للعمل الحكومي أن نوقع على مشاريع استراتيجية كبيرة تخدم الشعب اليمني في قطاعات حقيقية وحيوية يحتاجها الشعب اليمني في الصحة وفي النقل وفي الطرقات، إلى جانب المشاريع الأخرى التي تبذل في الصحة والتعليم وباقي المجالات كالزراعة والأسماك. سنعمل في وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع المانحين جميعا وخاصة البرنامج السعودي الإنمائي على برنامج الإنمائي على عمل وان شانل قناة واحدة لتنظيم وتنسيق كل الجهود كل جهود المانحين وعلى عملية امتصاصها بشكل سلس وسريع لتسهيل كل الفرص وتذليل كل الصعوبات.